السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نحسبوا صينية البقلاوة الدائرية. جيتني عليها برشا أسئلة وبرشا أخوات يسألوا فيا كيفاش نحسبوا الصينية المدورة. بالنسبة لطريقة الحساب متاع الصينية تختلف على طريقة الحساب متاع الطبق اللي يكون مستطيل وإلا مربع. بالنسبة للبقلاوة اللي تشوفوا فيها هذه صورتها إن شاء الله تو نشاركها معاكم، طيبتها في الصينية وحضرتها على الطريقة التقليدية اللي كانوا أمتنا يعملوا بها البقلاوة، يكون الارتفاع متاعها قليل ما تكونش مرتفعة برشا كيما البقلاوة العصرية اللي نعملوا فيها توا، وشاركتها معاكم في الأنواع متاع البقلاوة اللي شفتوهم. هذه هو الشكل متاعها كيفاش يكون. برشا أخوات طلبوني في البقلاوة هذه اللي ما تكونش مرتفعة برشا، تبعوا الفيديو حتى للآخر باش تفهموا. توا نتعداو مع بعضنا باش نشوفوا الطريقة. هنا توا باش نبداو بسم الله باش نفسر لكم كيفاش باش نحسبوا الصينيه نتاعنا. عندنا لهنا اخذيت لكم المثال هذايا، عندنا مربع العرض نتاعو 50 سنتيمتر على 50، حطينا في وسطه لهنا دائره. الدائره ما تنجم تكون كان في وسط مربع، الدائره هذه حتى هي القطر نتاعها 50 سنتيمتر. لهنا حبيت نوريكم بالنسبه للهنا للكوانيت هذوما اللي لونتهم باللون الاحمر، وهما المساحه اللي نقصت لنا من الدائره مقارنة بالمربع. يعني لهنا باش تشوفوا اللي المساحة متاع المربع حتى ولو هو العرض متاعه 50 وهي القطر متاعها 50، لكن المساحة متاع الدائرة باش تكون أصغر من المساحة متاع المربع. هذوما لهنا نحيناهم من المساحة. في الفيديو السابق كنتوا شفتوا معايا كي باش نحسبوا مربع نعملوا عرض في عرض، النتيجة اللي باش نلقاوها باش نزيدوها 100 ولا 200 غرام على حسب الرغبة متاعكم، كمية متاع فارينة باش نحسبوها. ديما قلنا نزيدوا 200 غرام تقريبا باش تحلوا الكويرات بالراحة. بالنسبة للفاكهة قلنا نعملوا عرض في عرض، النتيجة اللي باش نلقاوها باش نجيو لهنا العرض منهم نزيدوه صفر يولي 500، أكل 500 هذه كنزيدوها للنتيجة اللي لقيناها ونعملوا بها الفاكهة. والحساب هذاك طبقته معاكم على المستطيل وإلا مربع نفس الطريقة. بالنسبة للدائرة باش تختلف لهنا على خاطر كيما قلت لكم عندنا مساحة لهنا نقصت. باش نجيو نعملوا لهنا بالنسبة للحساب نتاع الفارينة بالنسبة للدائرة باش نعملوا 50 هنا 50 في 50 يساوي 2500. هذايا لهنا 2500 تكتفيوا بها كيما هي ما تزيدوها حتى شيء على خاطر لهنا عندنا مساحة نقصت. ال 2500 هذه كافية باش نعملوا بها العجينة نتاعنا من غير ما تزيدوها 100 غرام ولا 200 غرام، النتيجة اللي تلقاوها تعجنوها فارينة. من بعد باش نجيو نحسبوا كميه الفاكهه. لهنا قلنا ناخذوا 50 نحطوا لها صفر وباش نزيدوها للنتيجه اللي لقيناها بالنسبه للمربع. بالنسبه للدائره باش نجيو ناخذوا قطر اللي هو 50 سنتيمتر نزيدوه صفر يولي عندنا 500، ونجيو لهنا اكل القطره هذيك نقسموها على 4، النتيجه اللي باش يعطيها لنا لهنا هي 125. ناخذوا ربع اللي هو 125 ونحيوه من الحساب، هذاك نلغيوه جمله باش يمشي لنا في الكوانيت ذوما في هذه المساحة اللي نقصت لنا يمشي لنا فيها ربع، ربع هذايا نحيوه إليمينا باش يقعدوا لنا لهنا ثلاثة أرباع، يعني 375 غرام هي اللي باش نتصرفوا فيها في الحساب نتاع الفاكهة. عندكم لهنا احتمالات متعدة، أنتم من بعد تختاروا على حسب الرغبة متاعكم. في البقلاوة اللي باش نشاركها معكم المرة الجاية حضرتها لكم على الطريقة التقليدية، عملنا البرج ماهوش عالي واطي يعني مستحب كما يعملوه أماتنا وجداتنا، فكسواني التقليدية اللي ما يكونش الارتفاع متاعها عالي برشا. ولهنا باش تعملوا بقلاوة بالشكل هذاك التقليدي تحسبوا قطر في قطر 50 في 50 يساوي لهنا 2500، هذيك لهنا قلنا تعجنوا بها فارينة. وبالنسبة للفاكهة إذا كانت تحبوها بقلاوة كما قلت لكم يعني علوها مستحب تقليدي تعملوا 50 في 50 تلقاو 2500. ال 2500 هذيك تكتفيوا بها فاكهة، 50 في 50 يساوي 2500 هذه تكتفيوا بها لهنا فاكهة وتعملوها بالقياس هذايا تتحصلوا على بقلاوة كيما صورتها لكم هنا تو تشوفوها في الفيديو السابق، شفتوها تو في التصاور في أول الفيديو. العلوة متاحة مستحب مزيانة، وفما برشا أخوات طلبوني في البقلاوة تكون العلوة متاحة مش عالية برشا، تكتفيوا لهنا بالنتيجة اللي باش تلقاوها قطر في قطر. إذا كانت تحبوا البقلاوة متاعكم عالية شوية أعلى يعني من التقليدية لكن ديما ماهيش عالية برشا، تعملوا قطر في قطر قطر في قطر، النتيجة اللي باش تلقاوها 2500 تزيدوها ربع 125 غرام تولي عندكم 2625 غرام. إذا كانت تحبوها أعلى شوية تعملوا قطر في قطر تلقاو 2500 وزيدوها 40، 40 هما 250 غرام، يعني باش تولي عندكم 2750 غرام.
وإذا كانت تحبوها بخفات وعالية والبرج بتاعها عالي كما شفتوها معايا في الفيديو السابقة في الأنواع متاع البقلاوة اللي شاركت معاكم، تعملوا قطر في قطر يساوي 2500 مع 3/4. هنا عنا 375 جرام تزيدوها كاملة، فقدت عنك 125 جرام اللي لغينا هذيك في المساحة اللي مشيت نحيوها، و 375 جرام تزيدوها كاملة تتحصلوا على النتيجة متاع البقلاوة متاعكم في العلو، يعني اللي شفتوه معايا في الأنواع متاع البقلاوة الأخرى. أنتم يقعد لكم الاختيار، تختاروا عندكم احتمال رقم 1 تخليوها كما هي النتيجة 2500، وإلا الاحتمال رقم 2 تزيدوها ربع، الاحتمال رقم 3 تزيدوها ربعين، والاحتمال رقم 4 تزيدوها 3/4. وانتوما تقعد لكم الاختيار وتو تشوفوا في البقلاوة الجاية كيفاش باش يكون الارتفاع متاحة. شفتوه انتوما تو في أول فيديو تكون باهية مستحبة لكن ماهيش عالية برشا. وفي الفيديو هذية باش نجاوبكم زيادة على شوية أسئلة فيما يخص أسئلة جاوني في التعليق، جاوني بكثرة ومن الأسئلة المهمين اللي يمكن يتعرضوا لهم يعني الأخوات الكل. السؤال رقم 1 قالوا لي العجينة نجموا يعجنوها قبل بنهار ولا لا؟ العجينة متاع البقلاوة ما تعجنوهاش قبل بنهار، من المستحسن تعجنوها في وقتها، تطلب فقط ساعة من زمان باش ترتاح وتعطيكم يعني الطوع وتتحل معاكم بالكدا. فقط دائما نوصي ونعاود اعجنوا العجينة متاع البقلاوة في اليابس، ما تعجنوهاش محلولة، على خاطر إذا كان عجنتوها يعني طرية راهي من بعد تتحل وتتقطع وتعبكم في عملية الحلان. هذه هي العجينة كما قلت لكم، هذه هو النصيحة لهنا، تعجنوها مدة 10 دقائق بالنسبة سواء بيديكم وإلا بالعجانة. بالنسبة لهنا للسؤال الثاني، هذا اللي يعني تعرضت له بكثرة في التعليق متاعكم، طريقة التقليع. سبق وشاركت معاكم في طريقة التقليع فيديو خاص بالتقليع، وقلت لكم تستعملوا ماء سخون وباليت تقلعوا بيهم ويعاونوكم. لكن إذا كان يعني صعب عليكم التقليع برشا، تنجموا تعملوا طريقة أخرى أسهل وأبسط. تاخذوا مثلا الطبق متاعكم وإلا الصينية، وتاخذوا طبق آخر أكبر منه، وتحطوا فيه ماء سخون يغلي لكن كمية قليلة مش كمية كبيرة. يعني كيف تحطوا الطبق متاع البقلاوة متاعكم وإلا الصينية متاع البقلاوة متاعكم، ما تغرقش يعني يدخل الماء من الجناب، فقط من تحتها تسخن لكم البقلاوة وتقلعوها بكل سهولة، وتقلعوها نظيفة ومرتوبة ومزيانة. الطريقة هذية طريقة جديدة ابتكرتها وإن شاء الله تعاونكم بالكدا بالكدا، وقلعت بها البقلاوة الأخرانية وكانت مزيانة وخير حتى من الطريقة التقليدية اللي كنت قلت لكم عليها قبل وشاركتها معكم في الفيديو. بالنسبة للسؤال رقم 3 هذية زاد يجيني بكثرة، وضحته أنا في الفيديوهات السابقين لكن ما ركزتش عليه برشا، ما فهمتونيش يمكن أنتم ما شنو حبيت نقول. بالنسبة للشحور، الشحور راهو شحور طايب قد الفاكية، مش سكر ني قد الفاكية. مثلا عندنا احنا 2 كيلو فاكية، باش نعملوا عليهم 2 كيلو شحور طايب مش 2 كيلو سكر ني. يعني نطيبوا 2 كيلو سكر، لكنك 2 كيلو سكر باش نزيدوهم مثلا 300 مليلتر ماء، وباش نزيدوهم 60 مليلتر قارص، باش تولي عندنا كميه يعني نتاع 2 كيلو تقريبا و360، باش يطيب شويه نقولوا يقعد لنا 2 كيلو 300. اك 2 كيلو 300 ماناش باش نستعملوهم كاملين، باش نستعملوا منهم فقط 2 كيلو شحور طايب. يعني وقت اللي يبرد شويه الشحور نتاعكم تاخذوا معون اخر نظيف، ماذا بكم يكون حديد، باش نجموا تسخنوه مره اخرى وتحطوه على الميزان، وتحطوا الميزان نتاعكم من بعد في وزن الصفر، وتصبوا الشحور نتاعكم 2 كيلو توزنوا منه قد الفاكهه اللي عندكم. اكل الكميه هذيك اللي توزنوها اتعسلوا بها البقلاوه نتاعكم من بعد وتكفيكم هذيك، باش تعطيكم بقلاوه مزيانه وشاربه. هذه خاصه للناس اللي ما تعرفش يعني بالعين قديش لازم البقلاوه شحور. هذوما هما الاسئله اللي جاوني بكثره، ان شاء الله وضحتهم وجاوبت عليهم. اذا كان فما حاجه ما فهمتوهاش اكتبوا لي في التعليق نتاعكم. بالنسبه للطريقه هذه نتاع الحساب نتاع الصينيه، تطبقوها على الصواني الكل. ديما كيما قلت لكم تاخذوا قطر تزيدوه صفر تقسموه على 4، ارباع تلغيوه جمله، والثلاثة ارباع الاخرين تتحكموا فيهم انتم على حسب الرغبه نتاعكم. تحبوها بقلاوه تقليديه والا عاليه شويه ولا عاليه برشا، تزيدوا على حسب الرغبه نتاعكم. بالنسبه لكميات الزيت والسكر والفارينه اللي نحطوهم في الفاكهه ولا في العجينه، هذيك القاعده كيما هي كيما قلت لكم قبل. بالنسبه للعجينه كيلو فارينه على 60 مليلتر زيت زيتونة، وإلا زيت عادي لكن زيت زيتونة أحسن، رشة ملح تكملوا تلموا بالماء. بالنسبة للفاكية كيلو فاكية مرحية عليها 150 جرام سكر محور، دائما إذا كان رحيتوها في الدار تنقصوا كمية السكر اللي رحيتوا بها،
وعليها 50 جرام فارينة الفيكيا المرحية. بالنسبة للفيكيا المهروسة الخشينة ما نحطوش فيها فارينة، نحطوا فيها كان شوية سكر محور. عنا على 100 جرام فيكيا مهروسة نحطوا لها 15 جرام سكر محور، يعني الكيلو فيكيا مهروسة عليها 150 جرام سكر محور. هذوما هما القواعد، تطبقوهم انتم على القياسات اللي عندكم الكل. وكي تبدا عندكم مثلا قياس نتاع كيلو 200 ولا كيلو 300 ولا كيلو 350، ترجعوا دائما تبسطوا الطريقه نتاعكم بال100 غرام. مثلا على 100 غرام فيكيا 15 غرام سكر محور، 5 غرامات فارينه، وتحسبوا هكاك. حتى بالنسبه للعجينه دائما تبسطوا مثلا 100 غرام فارينه عليها 6 مليلتر زيت زيتونه، وتحسبوا هكاك، تضربوا على حسب الكمية اللي عندكم وتلقاو النتيجة متاعكم. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم وقدم لكم الإضافة ونفعكم. وإذا كان فما حاجة ما كانتش واضحة اكتبوا لي في التعليق متاعكم. وآخر حاجة نقولكم إن شاء الله ربي يبلغنا ويبلغكم العيد على خير، وإن شاء الله ربي يغفر لنا ويغفر لكم، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويغفر لنا ويرحمنا في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل. وتو نتقابلوا في الفيديو الجاي إن شاء الله، ونشارك معكم البقلاوة في الصينية التقليدية، وتشوفوا معنا كيفاش باش تكون النتيجة متاحة. ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.